I thank you in honor of each of you. Ashe. Thank you. That is what we are protesting. That is what we are asking. The encampment itself is incredibly peaceful. I'm a Jewish student. I feel very, very safe here. And I think if Colombia wants to have a peaceful graduation, then there has to be some form of like meeting halfway with the students instead of like threatening with, you know, National Guard and NYPD. والله احنا بنساند كل الطلبة او كل الجامعات اللي ساندتنا وقفت امام قضية عادلة، قضية الشعب الفلسطيني. وهذه رسالة من هذه غزة. طبعا رسالة من اخوانكم النازحين هنا في جنوب قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح. رسالة لكل من ساندنا، كل الطلبة وخاصة جامعة كولومبيا وكل الداعمين ان شاء الله، ونتمنى منهم المزيد. الشكر للطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا طلبة الجامعات اللي ساندوا القضية الفلسطينية، ساندوا أنه يتم إنهاء أو وقف العدوان على قطاع غزة. فبالتالي إحنا لازم نساند هؤلاء الطلبة لحتى ينتهي العدوان ولحتى ينتهي القمع والاضطهاد ضدهم.